أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة من صباح العربية. صباح الخير ولا. صباح الخير، لدينا الكثير من المواضيع اليوم وسنبدأها بعدد من العناوين المميزة. سيدات العرب أبطال في الرياضة، السعودية دانيا عقيل بطلة العالم في الرالي، والمصرية ميار شريف تتفوق في تنس ألمانيا، ومنتخب الأردن للسيدات بطل لكأس العرب. لغز محير، التغيير في شكل زعيم كوريا الشمالية، نحافة وقصة شعر مختلفة هذه المرة. أحد أشهر علماء الفضاء يطلق تحذيراً مدوياً، الفضائيون أكثر تقدماً منا بملايين السنين فلا تتصلوا بهم. وضمن مواضيع حلقتنا لليوم، وقت لندن سيعود لنظامه السابق، فبعد 4 سنوات من الترميم أجرى ساعة بيك بن ستقرع من جديد. النظام الغذائي والصحة العقلية مرتبطة، دراسة توضح هذا الارتباط نتعرف عليها في حلقة اليوم. هي للفنون مهرجان فني ضخم يجمع عددا من الموسيقيات المصريات في القاهرة، والعازفة صابرين تتألق على الآلات الإيقاعية. راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح أندرسكور العربية، وسألنا تفاعلي على تويتر، كيف يتأثر مزاجك بما تأكله؟ والإجابة سنعرضها عبر منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكالعادة نبدأ مع ولاء، قد إيه بيأثر على مزاجك؟ والله كثير، على حسب، يعني إذا كان الإنسان من محبي الطعام مثلي أنا كثير يأثر عليهم. أهلا بكم من جديد. الرياضة النسائية العربية في تقدم، هذا ما تقوله الأرقام والبطولات الأخيرة التي تجني ثمارها سيدات العرب، حيث حققت السعودية دانيا عقيل بطولة العالم لرالي الباها في إيطاليا لتكون أول امرأة عربية تحقق هذا اللقب، في حين توجت المصرية ميار شريف بلقب بطولة كارل سرو المفتوحة بألمانيا، فيما حقق المنتخب الأردني لقب بطولة كأس العرب للسيدات في كرة القدم. للحديث عن الإنجازات النسائية في مجال الرياضة ينضم إلينا الإعلام الرياضي لطفي الزعبي. صباح الخير. أيمن نسائية اليوم، ورح نبدأ اليوم أيضا الحديث عن الإنجازات النسائية. نعم. أول إنجاز رح نتكلم عنه اللي هو الإنجاز الفريد من نوعه اللي حققته بطلة الراليات السعودية دانيا عقيل في رالي الباها للسباقات الصحراوية. بالواقع رانيا يعني مش أول مرة بتعمل هيك شيء لطيف، هو أول بطولة بتحققها على هذا المستوى. فازت، شاركت بالأردن، بدت حياتها أول مشاركة في الإمارات وأخذت الرخصة، شاركت في السعودية، ودائما هي متأثرة بوالدها كان راكب دراجات، تحمل ماجستير في التجارة، يعني هي إنسانة مثقفة ومتعلمة ولكن بتحب الرياضة، متعددة المواهب. نعم. لما يكون البيئة، الأسرة بتهيئ الظروف، بيستطيع البنت أو الشاب أنه يحقق نتائج أكثر. المجتمع كمان، توجهات سمو الأمير محمد بن سلمان أنه الانفتاح، وأنه السيد المرأة تأخذ دورها أنها تسوقه
طب لما كان ممنوع هذا الحكي كان فقدنا بطلة حققت إنجاز على مستوى العالم، لكن هذا التوجه رؤية 2030 وما من جامل لما نقول أنه لما تفتح هيك باب تعطي متنفس للمرأة أنها تلعب دور في العالم، هذه جابت إنجاز للسعودية لأنه انفتح الباب واستطاعت أنها تشارك في هيك بطولة. هي إمكاناتها ممتازة، بنت سريعة البديهة، ذكية، كل الظروف المحيطة استطاعت أنه تكسر كل الصعوبات، خاصة لما يكون في تشجيع ودعم من الجهات المسؤولة. نعم. حول هذه الرياضة. نعم. طيب خلينا ننتقل إلى لاعبة التنس المصرية ميار شريف، واللي إحنا شفناها يعني ظهرت في الفترة الأخيرة ولمعة نجمة زي ما بيقولوا عن بطولة ألمانيا. بطولة كارلس رو الألمانية جوائزها حوالي 115,000 دولار. ميار البيئة مناسبة، فازت ببطولة أفريقيا، فازت بست بطولات حتى في الزوجي، بنت إمكاناتها ممتازة، هي بالمناسبة طبيبة طب رياضي فقريبة من البيئة ومن المجتمع. الظروف في مصر مناسبة جدا أنه البنات يلعبوا رياضة عدد أكبر ويشاركوا في كل المنافسات. كل المعطيات هي صار تقترب من كسر الرقم 80 تصنيف عالمي، وفازت على اللاعب الإيطالي تصنيف الرابع، فبالتالي هذا بيعطيك مؤشر أنه أنت بتحكي عن لاعبة منافسة عندها الإمكانات عندها القدرة وقادرة أنه تصل لمركز متقدم يعني ممكن نلاقيها في المركز الأول في أنسة التونسية. ممكن تكون طبعا ممكن تكون في مركز متقدم، دائما ما في حدا بيبدأ كبير، الناس تبدأ بمراحل وبتقدموا تدريج. خلينا ننتقل للمنتخب الأردني للسيدات. نعم. منتخب كرة القدم أيضا حقق بطولة بعد تفوق واضح. يعني بطولة العرب السيدات هي الثالثة في برج العرب أو في استاد القاهرة، في القاهرة أقيمت. المنتخب السيدات زي ما بقولوا ما يجيبها إلا ستاتها، يعني الشباب خسرانين من هايتي كالعادة. بعد شوي أنتم مسيطرين على كل شيء، قلنا لك هيمنة نسائية من الأول، أنا مش فاهم يعني ما نفسي بس لسه في شوية تمييز في طبعا يعني التمييز أنتم كان لازم جبتوا بنت محلي بيكون الأمور تمام. المنتخب الأردني فيه اهتمام كبير برياضة المرأة، الأمير علي بن حسين رئيس الاتحاد عم بيولي اهتمام خاص للسيدات، حتى الفرق الرياضية مش بس بأهل المدن، أهل القرى، مدينة حرتة، مدينة زيادة بداد زميلنا عندهم بطولة أبطال المملكة البنات في كرة اليد. الأهل القرى لما بتوجهوا للرياضة وممارستها بيدل أنه في انفتاح أكبر، في توجه أكثر، في تفهم أكثر من الأسرة أنه البنت تلعب دور أكبر. المنتخب الأردني في بنات محترفات، النبر احترفت في سويسرا وفي فرنسا، لاعبات ممتازات فازوا في النهاية على تونس 1-0 في الدقيقة 90، وإنجاز ممتاز للأردن، رفع المعنويات وحسوا أنهم متساوين مع رجال، صاروا زي رجال ويمكن أحسن بالنتائج. لا بس هنقعد هنا عند النقطة ديت، يعني رغم هذه الإنجازات مسألة الرياضة النسائية العربية تعاني، ما الأسباب هذه المعاناة؟ هي شوفي احنا المفروض الرجال يطالبوا المساواة مع السيدات، انتم مسيطرين على كل شيء، اعطونا ايش نتنفس فيه. هي تعاني لانه شوفي تبدا بالمدرسه، دور المدرسه محدود، حصه رياضه واحده وبيعطوها تعويض للحصص الاخرى، والولد بحطوا له 90 عشان يضبطوا له المعدل، فالمدرسه لازم يهتموا اكثر، لازم يصير عدد الحصص 4 حصص 6 حصص بالاسبوع حتى نطور فيها، بنكتشف المواهب. الاعلام ملوش دخل، ما عندوش اي اهتمام، انه التمويل كمان مهم، انه التمويل مهم جدا طبعا، البيئة مهمة، الملاعب والمنشآت يعني عندنا مواهب. مثلا في كندا 6 مليار وفروا للجانب الصحي، لما زادت ممارسة الرياضة للمجتمع وللناس وللبنات صار عندك 6 مليار وفرتي انه بطل يروح على المستشفيات، المرض صار اقل، صحته صارت افضل. فهذا مؤشر انه ناخذ درس، طب خلينا نشوف العالم شو بيعمل، احنا كعرب قديش نعطي اهتمام ورعاية أكثر للرياضة بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص. أنا حابة صراحة الاقتراحات من الحلقة الماضية، وهذه الحين اقتراحات جديدة. يعطيك العافية الإعلام الرياضي لطفي الزعبي، شكرا لوجودك. شكرا جزيلا، يعطيك العافية لطفي. أفكار كبيرة لصباحات مفيدة اليوم، نطرح في صباح العربية فكرة نظرية أثر الفراشية لنفسر أكثر فروقات صغيرة قد ينتج عنها في المدى فروقات كبيرة. نتعرف من خلال التقرير التالي على واحدة من أكثر النظريات التي تتحكم في العالم، The Butterfly Effect. رفرفة فراشة في الصين قد تتحول إلى عاصفة في أمريكا. مناقشة هذه الفكرة قد تبدأ ولا تنتهي، لأنها ربما تتحكم في كل شيء في هذا العالم. Thank you.
لأنني قررت أن أرمي هذه الحجرة في النيل، خافت الأسماك واقتربت من الضفة. على الجانب الآخر يوجد صياد استطاع أن يصطاد عدد أكبر من الأسماك. هذا الصياد سيجني المزيد من المال، أسرته ستأكل حتى الشبع هذا المساء. ليس بيني وبين أبنائه أي علاقة، ولكن تخيلوا ما كان سيحدث لو لم أرمي تلك الحجرة. كان هذا مثال بسيط على نظرية The Butterfly Effect أو أثر الفراشة التي صاغها عالم الأرصاد الجوية إدوارد نورتن لورانس. لاحظ لورانس أن أي تغيير بسيط في المعطيات التي يدخلها في جهاز المحاكاة يؤثر بشكل مذهل على التوقعات، حتى لو كان هذا التغيير بحجم رفرفة جناحي الفراشة. الأجواء المشرقة قد تتحول إلى عاصفة شديدة والعكس. اقترحت هذه النظرية أن أي فعل نقوم به بغض النظر عن كوننا نعتبره بسيطاً أو معقداً له توابع على باقي مكونات الحياة من أشياء أو أشخاص أو غيره بغض النظر عن معرفتنا به. كل مرة يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد غياب يصبح مظهره تحت المجهر. المشاهد الأخيرة له خلال عرض عسكري أثارت الفضول حول نقص وزنه وقصة شعره التي تشبه قصة جده كيم إل سونغ مؤسس كوريا الشمالية، وكأنه يكرمه. تؤكد اللقطات أن كيم صاحب 37 عاماً مستمر في فقدان وزنه، لكن يبدو أكثر نشاطاً مما كان عليه قبل بضعة أشهر، حيث أثار قلق شعبه حول صحته بسبب نحافته المفاجئة. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو من كوريا الجنوبية داتشي ما، منتجة ومخرجة أفلام. أهلا بك معنا صباح الخير. ويمكن يعني تتداول دائما أخبار حول الزعيم كيم بكل تفاصيله من مداره وقصة شعره ومختلف أيضا الأمور التي تدور حوله، دائما مثير للجدل. إلى أي مدى يهتم العالم والصحافة العالمية بكل هذه الأخبار، وما هو سبب هذا الاهتمام؟ وبصراحة إنه من الأمر المفاجئ كيف الإعلام العالمي ينظر إلى كيم يونغ أون. هم يركزون على شكله، على قصة شعره، ولكن بالنسبة لنا نحن الكوريين الجنوبيين نحن نرى الكثير من الأخبار التي تهتم بجهات أخرى. فأنا ما عند أذهب إلى كوريا الجنوبية إن الأخبار التي نراها حول كوريا الشمالية مختلفة كثيراً،
ونحن أيضا نهتم بالأخبار العالمية كأخبار أفغانستان. أما خبر شكل كيم يونغ أون بالنسبة لنا في كوريا الجنوبية ليس مسألة نعيرها أي اهتمام، وبصراحة أنظر باستغراب كيف ينظرون إلى القصة الكورية الشمالية، وهذا شيء أمر أريد أن أقوله. دعينا نرى كيم جونغ أون بعيون كوريا الجنوبية، كيف ما هي الأمور التي يمكن يهتم فيها الناس الموجودين في كوريا الجنوبية ولا ترين أن الناس تهتم فيها فقط تلتفت إلى شكله؟ إن التهديدات التي نراها ونسمعها منذ سنوات، إن بلدنا في هذه الحالة منذ سنوات كثيرة. نحن في الجنوب وهم في الشمال، الانقسام بيننا قديم منذ عشرات سنوات، أكثر من نصف قرن هذا هو الوضع، وكان هناك نزاع دائما بيننا وبينهم. هم في الأمور الجدية جدا، هناك الكثير من الأمور الخطيرة، وخلال العقود الماضية لابد أن أقول أن الأمور تحسنت، وخاصة بأنني مثلا أنتمي إلى جيل جديد لا نذكر الحرب بين الكوريتيين، ولا نذكر متى أصلا كانت البلاد بلدا واحدا. لطالما رأيت أنا وباقي أعضاء جيلي بأن هناك بلدين وأن هناك نزاع، وهذا أمر ثابت. بصراحة لا نشعر بصراحة بأننا مميزون ككوريين جنوبيين، ولا نريد لهذا النزاع أن يستمر، ولكن إلى حد ما نحن تعودنا على أن تكون هذه الظروف الحاكمة بين الشمال والجنوب. يعني هذا التناقض الذي يوجد في شخصية الزعيم كيم، يمكن هناك يعني وجه طفولي ولكن يعرف عنه أنه ديكتاتور وله قرارات صارمة على شعبه ومختلف المنطقة. خليني أفهم منك يعني كيف يؤثر ذلك على انطباعات العالم وأيضا على كوريا الجنوبية خاصة؟ هل يغير من الأمر شيء؟ بصراحة ككوريا جنوبية بالطبع نحن أكبر خطر على وجودنا نحن ككوريا الجنوبية هي كوريا الشمالية، وهي شخصية النظام الحاكم والزعيم الكوري الشمالي. نحن قريبون جدا، كنا بلدا واحدا، الجميع كان يعيش في فترة معينة بالتوائم بوئام، ونحن الآن في حالة انقسامية طويلة، وهذا النزاع مستمر، واحتمال الحرب دائم موجود في أذهان الكوريين الجنوبيين. وأعتقد أن أفضل الحلول هو بالتأكيد السلام، وأنا أدعو للسلام، والكوريون الجنوبيون يدعون للسلام. يعني الوجه الطفولي ليس له تأثير على الانطباعات الكورية الجنوبية. هل سؤال، بما أنك أنت مخرجة ومنتجة أفلام، هل تم بشكل أو بآخر تداول شخصية كيم في الأفلام التي تم إنتاجها في كوريا الجنوبية؟ بصراحة بشكل خاص هناك صعوبة كبيرة بأن أقول بأن هناك ما يكفي من الأعمال الفنية والسينمائية. فقط أريد أن أقول أولا بأن كوريا الجنوبية لديها صناعة سينمائية كبيرة ومهمة جدا، وأيضا صناعة الدراما وموسيقى، وأنتم تعرفون ذلك. ومن الصعب أن نقول بأن هناك ما يكفي من التأثير الفني للحديث عن هذا الانقسام، عن هذا النزاع المستمر، هذا الشرخ داخل شبه الجزيرة الكورية. لا أعتقد بأن هناك ما يكفي من الأعمال التي تتحدث عن هذا الانقسام، عن هذا النزاع العميق الذي تعودنا عليه، ولكن هناك أمر مهم جدا بأن هذه الأفلام تتناول على حدة وبشكل منفصل موضوع كوريا الشمالية، وكل فيلم يأخذ زاوية معينة بحسب نوعية الفيلم، بحسب نظرة المنتج والمخرج والكاتب. إذا كان المنتج من كوريا الجنوبية سيكون الأمر مختلف طبعا تماما عن أي عمل يأتي من كوريا الشمالية، لأن كوريا الشمالية تسير في نمط واحد معروف، وهذا بالتأكيد يعتمد على الراوي. هناك
من يحاول أن يظهر النزاع من وجهة نظره. وبالتأكيد تعرفون أن كوريا الشمالية الوضع واضح، ولكن في الوضع الداخلي في كوريا الجنوبية أريد أن أقول بأن النزاع بين بلدينا ينتج دائما شيئا من الجاذبية للكثير من الناس، وأنا أفهم بأن العالم أيضا منجذب لهذه القصة، وهناك جاذبية عالمية لهذه المواضيع، لموضوع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وأتوقع أنه في المستقبل عندما يكون هناك أعمال تتطرق في العمق لهذه المشكلة المستمرة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ولكن لا أقول بأن كل هذه الأفلام التي صنعت في السابق جيدة ولم تكن جدية أو واقعية بما يكفي أو تجعل الناس يفكرون بشكل كافي بحقيقة الواقع. شكرا جزيلا لك دات شمام، منتجة ومخرجة أفلام، كنت معنا وهي طبعا من كوريا الجنوبية. يعطيك ألف عافية على وجودك، سعيدين بوجودك. أهلا بكم من جديد، ولنتابع من موضوع كوريا الشمالية. للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مواقف وقرارات غريبة، فمنذ أن تولى الحكم خلفا لوالده عام 2011 ولقب نفسه بالزعيم العزيز، فتح شهية الصحافة العالمية لمتابعة كل ما يصدر عنه. فمثلا يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة ذات الصناعة الغربية، أيضا هو مغرم بالأحذية، ورغم عدائه للغرب والولايات المتحدة إلا أنه يقتني أحذية من علامات تجارية أمريكية. هناك تقارير أيضا ذكرت أن حبه للسينما والأفلام دفعه لخطف مخرج كوري جنوبي وزوجته لينهض بصناعة الأفلام في بلاده. أما عن القرارات الكثيرة عن إعداماته الشهيرة لأقاربه ومعاونيه ورجال الحكم، فمنها أنه أعدم أحد خصومه وهو وزير الأمن العام بقذيفة من اللهب بسبب صلته القوية بعمه الذي قام بإعدامه من قبل، كونه لم يصفق له بحماسة عندما قلده منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للبلاد. أيضا أعدم زوج عمته بطريقة قاسية بحبسه مع آخرين في قفص وأطلق عليهم كلابا شرسة. طبعا كل تلك المعلومات ذكرت في تقارير لا يمكن تأكيدها بشكل جازم. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو أسماء باكاش، متخصصة في أنماط الشخصية ومدربة تنمية بشرية وتنمية المهارات الذاتية. صباح الخير. صباح الله يسعد صباحك. طيب خلينا نبدأ نتكلم عن كيم. هو من الشخصيات ذات الوجه الطفولي، ولكنه أيضا معروف أنه ديكتاتور، يعني صاحب بطش. حابين نعرف إيش هي الملامح اللي أو ملامح الشخصية المعروفة عنه من شكله وأيضا من تصرفاته. طبعا اولا بشكل عام هو زي ما يقولوا المنظور العام انه هو طفل مجنون يملك القوه، ده المنظور العام نحو العالم. ولكن زي ما صرح او قال الطبيب النفساني كينيف اللي هو طبيب نفساني في وزارة الخارجيه الامريكيه سابقا، قال انه النظريه دي مغلوطه جدا. فعلا هو شخص عنده دهاء عظيم جدا، ويملك شخصيه نرجسيه وديكتاتوريه. فالمظهر الخارجي اطلاقا لا يدل على الواقع. أيوة. بس طيب. في تصرفات هو يسويها تخلي الجمهور أو الشعب يمكن والناس اللي يتابعوا يكونوا شوية يعني مش فاهمين، لأنه مثلا تلاقيه فجأة يطلع على عموم الشعب ويتأثر ويذرف الدموع، وبعدين نلاقي تصرف جدا معاكس له بإعدامات لأسباب البعض قد يعتبرها تافهة. يعني لسه هذا الموضوع يخلي كثير من الناس تتساءل. بشكل عام الشخصية الديكتاتورية
من أهم سماتها ينظر لنفسه أنه هو شخص جذاب، وهو من الشخصيات المتأثر جدا بجده. شخصية جده كان عنده شخصية قوية، شخصية عنده كاريزما في التعامل مع الناس، يحاول يكسب ودهم، وفي نفس الوقت لا يثق في كل من حوله، حتى قد يكون أخوانه زي ما هو عمل في أخوه وعمه وكل الكلام، حتى قصة الشعر. حتى طيب قصة الشعر، خلينا بما أنه يعني لغة الجسد زي ما بيقولوا هي فضاحة، نبدأ مع هذه الصور ما بين عامي 2015 و 2018. يخسر الوزن هذه الأوقات وهذه الأشهر، المقارنات كيف تجديها؟ طبعا هو نشأ في طفولة، أنه في الفترة الأولى كان بيدرس في سويسرا، وكان منتحل اسم شخصية تانية عشان ما يكونوا عارفين هو ابن الرئيس. ففي الفترة ديك كان بيحب البوب والأغاني، وكان كطفل مراهق، ولكن تحت ضغط أنك أنت حتكون في يوم من الأيام رئيس، بدأ يقوي من شخصيته ويبدأ يتجه اتجاه الشخصية والكاريزما بتاعت جده. هنا كان وزنه زايد جدا. الآن بعد ما نحف 2021 بعد ما نحف، هي عبارة عن رسالة للعالم، أنا أعود بلوك جديد ومنظر جديد، أكثر حيوية، أكثر شبابا، أتجهز أني أخذ كرسي في طاولة قادة العالم. مسيرة جديدة، يعني مسيرة بالأطفال جديدة بطريقة. الأطفال قد نقول أنه قد يكونوا أطفاله، لأنه الأطفال لغاية الآن ما حد يعرف هما عنده كم أطفال، كم أعمارهم، وقد يكونوا أطفاله بأسماء مستعارة كما هو نشأ باسم مستعار لأحد العاملين في السفارة. بس هل هو يحاول من خلال هذه الصور لما يظهر مع الأطفال أنه يبين هذا الجانب الجذاب اللي تكلمتي عنه في شخصيته، أنه هو أقرب إلى الناس؟ أقرب للناس، هو يحب يكسب ولاء زي ما يقولوا ولاء الجمهور، ولاء الشعب. دائما الحاكم الطاغي أو الدكتاتور يكسب زي ما يقولوا يكثر قوته وطغيانه عندما يشعر بالقوة، وعندما يشعر بحب والتعلق الوهمي من الناس الحوله. انا شايف الصور كلها مبتسم، هذه الصوره خداعه، هذه الصور والابتسامه المشرقه طبعا خداعه طبعا طبعا، لانه هو شخصيه قويه جدا. شوفوا هنا في اللقطه هنا بيحاول يكسب ولاء الجيش، ولاء في هذه اللقطه. وعلى فكره هو حركاته محسوبه جدا، وكل حركاته اللي بيعملها يقصد أن يوصل رسالة محددة بالضبط، لأنه الحركات اللي بيعملها مدروسة جدا، وطبعا غموض تام حياته الشخصية، طريقة تعاملاته، فبالتالي حتى تحليل الشخصية يكون كثير ضعيف. ما في معلومات كافية لتحليل الشخصية. ما في معلومات كافية، ما في بالضبط. طيب شكرا لك أسماء باكاش، متخصصة في أنماط الشخصية ومدربة تنمية بشرية وتنمية المهارات الذاتية. شكرا لك. Thank you. شكرا. إلى موضوع جديد، وبالتحديد إلى عالم الغذاء. نظامك الغذائي يؤثر على صحتك العقلية، هذا ما أثبتته دراسة أجراها باحثون من جامعة بينغهامبتون في نيويورك، فلنتعرف عليها سويا. You are what you eat، أنت ما تأكله، عبارة ربما تكون قد سمعتها من قبل، لكنها لا تعني حرفيا أنك إذا أكلت بروكلي سينبت لك فروع وتتحول إلى شجرة. لكن ما الذي تعنيه المقولة؟ المعنى بسيط للغاية، طعامك يحدد وضعك الصحي. واليوم لدينا دراسة جديدة من جامعة بينغهامبتون في نيويورك تؤكد بأن نظامنا الغذائي أساسي في تحديد وضع صحتنا النفسية. لنبسط الأمور، إن كنت تتناول القهوة بكميات كبيرة أي مادة الكافيين، فالنظام العصبي سيصيبك بالأرق، مرض العصر. إن كنت تتناول كميات من الشوكولات داكنة باعتدال،
أنت أكثر حظاً، لأن المعادن الخاصة ستعزز الاطمئنان والسعادة. لنعد إلى الدراسة. نتيجة غير متوقعة تضمنتها الدراسة. إن كنت امرأة فأنت أكثر عرضة لتأثر صحتك النفسية بالطعام مقارنة بالرجال، لكن الجامع بين كل الفئات العمرية وبين الجنسين هو أن تخفيف الكافيين والحد من الدهون والقليل من الرياضة عوامل تحسن الصحة النفسية. لميس إبراهيم، العربية. للحديث عن فكرة النظام الغذائي ومدى تأثيره على الشخص تنضم إلينا من جدة أخصائية التغذية نسرين زغزوغ. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا. طيب نحن حابين نبدأ معك بموضوع الكل مهتم فيه، أول شيء هو موضوع الطعام، ولكن الأهم من كذا أنه مرتبط حاليا بالمشاعر. خبرين، هل هناك علاقة تبادلية بين تأثير الطعام ومشاعر الناس؟ هل يؤثر الأكل اللي ناكله على المشاعر والعكس صحيح؟ بالتأكيد العلاقة جدا وطيدة ما بين إيش إحنا بناكل وإيش بينعكس علينا على الحالة المزاجية والعصبية والنفسية، وأحيانا العكس صحيح، استهلاكنا لبعض المواد الغذائية تؤثر بشكل إما إيجابي أو سلبي على حالتنا النفسية. يعني زي ما ذكرت في التقرير كمان، السيدات ساعات أكثر عرضة للضغوط النفسية بسبب تغييرات فسيولوجية بتصير في الجسم لازم ينتبهوا خلالها. زي مثلا على سبيل المثال، خلينا نقول زي قبل الدورة الشهرية، ارتفاع نسبة الأستروجين بنسبة عالية جدا تؤدي للحالة المزاجية اللي هي بتكون فيها شوية عصبية ونرفزة ومود ما هو لطيف قبل الدورة بسبب زيادة عالية في الأستروجين. لو إحنا مدركين هذا الشيء نبدأ ناخد الأطعمة اللي تساعد على خفض الأستروجين إلى حد ما ورفع كمية البروجسترون، وبالتالي يحصل شوية توازن ويخفف من حدة العصبية والحالة النفسية اللي فيها السيدة قبل مثلا الدورة الشهرية. الأطعمة اللي تعدل المزاج طيب بشكل عام، أعطينا كذا أمثلة لتعدل المزاج. طيب أوكي، الأطعمة اللي تعدل المزاج، أول حاجة نبدأ بالمعدة. المعدة بيت الداء، لازم نعزز البكتيريا النافعة في الأمعاء. يعني كل ما هو بنتكلم على بروبيوتيك. البروبيوتيك مسؤول عن حوالي 80 إلى 90% من إنتاج هرمونات السعادة اللي هو السيروتونين. فمهم جدا إنه نأخذ أطعمة زي الكيمشي، مخلل الكرومب، الماتشا، خل التفاح، هذه أشياء جدا تعزز الجهاز الهضمي والبكتيريا النافعة اللي في الأمعاء. أغذية ثانية زي الأوميجا 3، الأوميجا 3 جدا مهمة وكثير ما بينتبهوا له وكثير ما بيستهلكوا أسماك بقدر كافي. إحنا بنقول المعدل الطبيعي المفروض مو أقل من 3 مرات أسماك في الأسبوع. أيضا الأشياء الغنية بالألياف، الألياف عشان تخلي عمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل، وبالتالي أبتعد أو أكون أقل عرضة لمثلا الإمساك أو البلوتينج، استهلاك كثير من النشويات مشاكل مختلفة النفخة طيب. وبالتالي يأثر على الحالة المزاجية. طيب خلينا نروح، سألنا الناس هل يؤثر ما تأكله على مزاجك، ونرجع لك ونكمل حدثنا عن الموضوع، ابقي معنا. الأكل دسمة جدا والله تأثر على المزاج، يجيك أحيانا الخمول كذا، لكن لما تكون أكلة خفيفة تكون عندك حيوية شوي. الأكل اللي باكله بيأثر على مزاجي ونفسيتي وحتى طريقة تفكيري. الجوع بده يعني هيك يعصب شوي. أوقات يعني مو على طول، يعني في أكل كويس وفي أكل يخرب المود علي. أنا عن نفسي ما أتأثر الحمد لله، بس أعرف ناس يعني حولي أصحابي وكذا، يعني مثلا يعشقوا الأكل الحار الهندي الأشياء دي اللي فيها سبايسي. قرحة في المعدة، وبعض الأحيان أكل الأكل فيه زفر، يكون فيه زيادة زيت، هذا فعلا يأثر على نفسيتي، يأثر على مزاجي شيء أكيد. الأشياء الغذائية اللي طالع سعرها مأثرة كتير يعني على النفسية، هي هذه أكتر.
يعني أنا هتكلم شوية نسرين بلسان الناس، ويمكن في ناس كتير بتتابعنا تقول لك يعني أنا بس يعني ما أكلش الشوكولاتة، بحس إنه أنا مش مظبوط، بحس إن أنا متعصبة، محتاجة سكريات، محتاجة نشويات مثلا. أنا من الأشخاص شخصيا لما أستغني عن النشويات أحاول إن أنا أتجنبها، بحس إنه في حاجة ناقصة، إنه أنا مزاجي مش حلو. الكافيين كلمت عنه ميسون زميلتنا في الأخبار، قالت إنه هو مهم جدا بالنسبة لها، مش مهم عندها الأكل. كيف يمكن التحكم في هذه العملية، شهوة الأكل وشهوة الكافيين أو الاعتياد عليه؟ هو أحياناً الإسراف هو المشكلة، الاعتدال ما في منه مشكلة. يعني أحد أسباب مثلاً نقص B1 اللي هو الثيامين، وهذه دراسات أثبتت أنه من الأشياء العناصر المهمة اللي نقصها يسبب حالات الخوف والهلع، وهذه ما هي مشكلة عابرة أنه الواحد يعني ما ينتبه لها. أحد أسباب نقص الثيامين كثرة تناول الكافيين في الشاي والقهوة، لما يزيد المعدل عن 3 أكواب في اليوم حيأثر طبعا على امتصاص بعض العناصر الغذائية اللي هتنعكس على الحالة النفسية. ما نقطع بشكل كامل لكن ناخذ باعتدال. الكربوهيدرات أو النشويات لازم ناخذ الكربوهيدرات المعقدة اللي بتحتوي على أنواع بي كومبلكس، إن كان بي 6 اللي هو يأثر بالتأكيد على هرمون السيروتونين، بي 6 بي 12 وبي 1. فتناول المصادر من تناول هذه الأطعمة من مصادرها الجيدة تأثيره مختلف تماماً عن إني أخذه بشكل دونات أو معجنات اللي هي سكريات بسيطة بسرعة ما تتحول لسكر جلوكوز. السكريات تعتبر نوع من الإدمان، وهذا صاير للأسف. صحيح. يعني أكثر يمكن ثقافة عامة، أكثر شيء يمكن الناس بتعاني منه هو إدمان السكريات، وأنا يمكن أعتبر واحدة منهم. شوفي فيه كل سكريات نشويات على حسب الشخص المعتد. على العموم أخصائية التغذية نسرين زقسوق، شكراً لوجودك معنا اليوم. من هو الشخص الذي يمكن أن يعطيك أخبار مكان ما أو مدينة ما؟ من هو الشخص الذي يروي قصصاً لا تنتهي؟ من هو الشخص الذي تتعلم منه الكثير وقد لا تراه مجدداً؟ إنه سائق التاكسي. نبدأ اليوم سلسلة من التقارير الخاصة في صباح العربية، دقيقتان مع سائق تاكسي، وتقريرنا الأول من باريس. اسمي كميل، وصلت على فرنسا سنة 90، إلي شوفير تاكسي 18 سنة. من 18 سنة لهلأ، أول ما بلشنا بالتاكسي أكيد في إشياء كتير تغيرت عن هلأ. نحن بالأول وقت اللي بلشنا بالتاكسي من 18 سنة كانت أهين من هلأ، أهين من ناحية أنه نحن كنا ما في حدا غيرنا، التاكسي بس ما في حدا إلا بياخد بينقل الأشخاص إلا التاكسي. بس هلأ صار في عنا كتير مضاربين علينا. طرقات باريس تغيرت كتير. بالأول مثلا بعطيك مثل ري دو ريفولي هون يلي رابطة 5 أرونديسمون مع بعضهم، الغيوة على العالم، ممنوع العالم تمشي فيها. هيدا أكبر شارع، أطول شارع بباريس وقفوه. هيدا كله بشكل عجقة على باريس. يعني ليك بده يوصلوا لمرحلة ممنوع السيارة تفوت بقى على باريس، ما بده بقى سيارة تفوت على باريس. طلعوا معي شاب وصبية، طلعوا معي من ريفولي رايحين صوب الشانزليزيه. يعني وصلنا على اول الشانزليزيه، بتشيل الخاتم بتكبه من الشباك هي اللي هو قدم لي بالسهره، وبتنزل على اول اشاره. قال لي هو انا لبست الخاتم بالسهره تركتني هون. ما في زبون بيطلع معك إلا ما بيقلك أنا مأخر أو مستعجل. طب شو بعمل أنا يعني إذا مأخر أو مستعجل؟ يعني ما فينا نطير، هاودي هني يعني طول بالك علينا يعني شوي. المهضومين أول ما تطلع معك بتعرفها أنه مهضومة، أول ما تطلع معك بلش تمزح، بلش تضحك،
بتلاقيهم كتير انه بيحبوا يناقشوا بأبسط الأمور معك بس يسيروك بس. فينا نقول من 6:30 الصبح للعشرة ونص هيدا الصبح، ومن 4 بعد الظهر للسبعة عشية هيدي ساعات الزروة. ولكن السواقة بباريس شو صعبة، وخاصة هلأ التروتينات والبسكلات جايين التوك توك هلأ بالآخر. صباح العربية، ليث بزاري، باريس. اي فيف لا فرانس. بعد نحو 4 أعوام من الترميم تدق أجراس ساعة بيج بن في لندن مرة أخرى، الساعة التي شهدت الكثير من التغيرات في بريطانيا وعاصرت حروبا وأزمات وأزمنة رخاء وأيضا نجاحات، قريبا تعود لتكون شاهدة على عصر جديد في المملكة التي يقول أهلها عنها أنها لا تغيب عنها الشمس يوما. إنها 12 في لندن، منتصف اليوم تماماً. هل تسمعون صوت جرس الساعة الأشهر في العالم؟ لا تسمعونه، لأنها صامتة منذ 4 سنوات، لكن الصوت عائد وقريباً. يعرفها الجميع باسم ساعة بيج بن، لكن ما قد لا تعرفونه هو أن الاسم الرسمي لهذا المعلم هو برج إليزابيث وليس بيج بن. هذه الساعة شهدت أهم التغييرات السياسية والاجتماعية في بريطانيا منذ أن تم تدشينها في العام 1859، وعلى مدار 160 عاماً نجت من دمار حربين عالميتين، شهدت أفول الإمبراطورية البريطانية وتحول لندن لتصبح أهم المراكز المالية في العالم، وعاصرت دخول بريطانيا للاتحاد الأوروبي وخروجها أيضاً منه. في العام 2017 دقت أجراس هذه الساعة لمرة أخيرة، معلنة بدء أكبر وأعقد عملية ترميم في تاريخها. بناء السقالات وحدها حول البرج تم بحذر ودقة شديدة، واستغرق بناؤها 6 أشهر كاملة. أكثر من 700 قطعة فنية جديدة تم نحتها من الحجر وتركيبها، لكن الترميم الأهم والأبرز هو ما حدث لوجه الساعة نفسها. فجميع قطعها الزجاجية والبالغ عددها 324 قطعة تم استبدالها بقطع جديدة، أما عقارب الساعة عادت إلى لونها الأزرق الأصلي قبل أن يتم استبدالها باللون الأسود منذ أكثر من 90 سنة. والآن إنها بداية النهاية لأكبر عملية ترميم في تاريخ البرلمان البريطاني، 4 سنوات من العمل المتواصل وأكثر من 80 مليون جنيه استرليني. بدأ العد التنازلي كي ترفع السقالات وتعود الأجراس. لصباح العربية، أحمد العناني. للمزيد ينضم إلينا من بريطانيا ويليام وورد، صحفي متخصص في الشؤون الملكية. صباح الخير. يسعد صباحك. ويعني يمكن هذه الساعة معلم تاريخي ويشاهد على الكثير من التغيرات السياسية والاجتماعية كما ذكرنا قبل قليل من عام 1859. خليني أخذ منك تفاصيل أكثر عن وجدان البريطاني، ماذا تمثل هذه القصة لهم تحديدا؟ صباح الخير. بالنسبة للشعب البريطاني، إن ساعة بيج بن، ولنقل اسمه الحقيقي برج إليزابيث وهو اسمه على اسم ملكتنا، إنه يمثل الاستمرارية، الجدية، وشيء من الوحدة في المملكة المتحدة. وصوت الجرس، والجرس نفسه هو البونغ كما يسمى هنا، نسبة للصوت
بالنسبة لنا هنا في بريطانيا هو صوت مطمئن، صوت يدفع إلى الشعور بالسلام بالإطمئنان وبالاستمرارية بصراحة، وبشكل ما إن هذا الصوت يشبه الملكة نفسها، لأن هذا الترميم انتظرناه لفترة طويلة، وهذه الاستمرارية تعني استمرارية البلد متحدا. طيب، المعروف أنه الساعة تدق خلال مناسبات استثنائية في بريطانيا، وشهدنا على بريطانيا تخرج من أوروبا، ما هي ولكن لم نسمع الجرس، ما هي المرحلة القادمة التي سوف يعلن عنها الجرس المقبل لساعة بيج بن؟ بصراحة إن هذا الصوت الذي سنسمعه لم نسمعه في وقت بريكزيت عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم نسمع الصوت لأنه لم يكن هناك إمكانية لذلك، لأن أعمال الترميم كانت سارية، ولكن الآن بصراحة وهذا سؤال جيد، إن هذا الصوت الجديد سيعلن مرحلة جديدة، سيعلن عصرا جديدا، ولطالما كان البرج يمثل ذلك، إن المرحلة التي ستعلنها الساعة هو مرحلة السنوات النهائية، المرحلة الأخيرة لملك الملكة إليزابيث، وكانت هي مرحلة من الاستقرار والتعاطف مع الناس. إن هذه المرحلة الطويلة تأتي إلى شيء من الختام، ولو أننا نتوقع بأن هذه المرحلة الجديدة هي مرحلة الأفول الغروب للملكة الكبيرة إليزابيث الثانية. طيب خليني يعني نستغلك ونستغل وجودك معنا في صباح العربية بما أنك خبير في الشؤون الملكية، ويعني كانت الأميرة ديانا يعني حصدت شعبية كبيرة وتعاطف الناس معها في هذا الوقت، وأيضا تراجعت يعني شعبية الأسرة المالكة، متاعب أندرو الآن وأيضا يعني ميغان ماركل، هل تساعد على تراجع يعني أو كسب ثقة الناس وشعبية الأسرة المالكة في الوقت الحالي؟ كيف هو الوضع الآن؟ بصراحة أعتقد بأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها، عن المواجهة أو المقارنة بين الأميرة ديانا وبين ميغان ماركل. إن الأميرة ديانا كانت بريطانية، عاشت في بريطانيا، فهمت دور الأسرة الحاكمة، بينما ميغان ماركل هي أمريكية وهي أيضا شخص جميل، وهي متزوجة من الأمير الوسيم، ولكن في نفس الوقت هي لا تفهم الدور الملكي، ولو أنها حصلت على الكثير من المعلومات، وهي لكن بصراحة لا تفهم كيف تعمل الملكية هنا في بريطانيا. ولكن علي أن أقول في زمن الأميرة ديانا عندما كانت تظهر وكانت تحقق الكثير من الشعبية، كان هناك أزمة حقيقية في زمن المشكلة بين الأميرة ديانا والأمير تشارلز عندما كانت زوجته، لأن ذلك كان يعني بأن الطلاق سيحدث شرخا في الأسرة الحاكمة، وكانت هي ستكون والدة الملك المستقبلي، وبالتالي كان هناك اهتمام كثيرا بكيف يجب أن تكون، كيف يجب أن تتصرف، وبصراحة تعاطفها مع الناس حقق كثير من الشعبية. ولكن الآن مع ميغان ماركل الأمر يشبه بالعلاقة السيئة داخل الأسرة، أنها خلافات عائلية، لأن الأمير هاري لن يصبح أبدا ملكا لبريطانيا، سيبقى دائما أميرا في الأسرة المالكة، وهذا فارق مهم يجب أن نأخذه في الاعتبار. ولكن أريد أن أقول بأن البريطانيين الآن يتعاطفون مع الملكة لأنها تتقدم كثيرا في السن، أصبحت في 95، يرون بأنها تعرضت لهجمات كثيرة من الآلة الإعلامية من قبل وسائل الإعلام، وهذا لا يحترم الأشخاص المتقدمين في السن. والملكة ظلت صامتة، ظلت حازمة، لم تتصرف بغضب، أبقت على أعصابها، على شرفها، أخبار على يعني كل الأسرة هذا المالكة الجانب الجيد لا تنتهي، ودائما نتابع هذه القصص من لندن. شكرا جزيلا لك من بريطانيا ويليام وورد، صحفي متخصص في الشؤون الملكية. نتابع موضوع ساعة بيج بن، فهي من أهم المعالم التي يحرص السائح على زيارتها في بريطانيا. بدأ مشروع الساعة الشهيرة عام 1856 وافتتحت رسميا 1859،
يرجع اسمها إلى اختصار اسم بنجامين هول، هو وزير الأشغال البريطاني في فترة 1859 الذي أشرف على بنائها بنفسه. تزن الساعة ما يقرب من 12 طنا ونصف الطن، يزن جرسها ما يقرب من 13 طنا. تم تثبيتها على برج لندن الذي تم تغيير اسمه إلى برج إليزابيث بمناسبة اليوبيل الماسي لجلوس الملكة على العرش. تأخرت الساعة مرة واحدة فقط في تاريخها عندما وقف عدد من الطيور على عقرب الدقائق فمنعه من التحرك. سنفتح الآن موضوع الفضاء، ويعني غزو فضائي من قبل البشر وتحذير من غزو فضائي معاكس. نبدأ بالغزو البشري، حيث باعت شركة سبيس إكس الأمريكية الفضائية أول تذكرة لرحلة سياحية حول القمر دون أن تكشف عن هوية الشاري بحسب ما نشرته في تغريدة على حسابها في تويتر. وستكون هذه الرحلة التي لن تنطلق قبل سنوات الأولى إلى مدار القمر منذ رحلة أبولو في 17 من ديسمبر من العام 1972. وذكرت الشركة أن 24 رائد فضاء فقد سافروا إلى القمر ومحيطه في تاريخ غزو البشر للفضاء. الآن ننتقل إلى الغزو المعاكس. عالم فيزيائي شهير ميشو كاكو أصدر تحذيرات خطيرة من كون احتمال الغزو الفضائي احتمال وارد، وجدد تحذيرا قديما قال فيه: لا تتصلوا بالفضاء، فالمخلوقات الفضائية قد لا تكون خيرة. نتابع الرسالة. 4 3 2 1 0. أعتقد أننا أمام سؤال مشروع: ما هو تفسير كل تلك المشاهدات للأجسام الطائرة في السماء؟ تخيلوا لو أن تلك المخلوقات الفضائية تسبقنا بآلاف السنين من ناحية التقدم التقني، وتعيش في ظل قوانين جديدة للفيزياء. لذلك علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة والاحتمالات أيضاً. علماء كثيرون يعتقدون بأن الأجسام الطائرة ليست لمخلوقات فضائية لأن النجوم بعيدة جداً. قد نكون في طريقنا لاكتشاف مخلوقات فضائية أخرى خلال 100 سنة من الآن. البعض يعمل على الاتصال بهم. هل يجب أن نتصل بهم؟ نعم، ولكن علينا أن نكون حذرين للغاية. ينضم إلينا من الكويت المتخصص في شؤون الفضاء محمد جاسم. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلاً وسهلاً فيكم، شكراً على الدعوة. أهلاً بك. طيب خلينا نبدأ بأول رحلة سياحية من سبيس إكس للفضاء. الحديث دائما ومستمر عن وجود كائنات فضائية. هل نحن فعلا بدأنا بغزو الفضاء أم الفضاء قام بغزونا من قبل؟ يعني هل هناك أصلا كائنات فضائية يمكن تعيش بيننا ونحن ما نعرف؟ طبعا الموضوعين مختلفين تماما. أول واحد عند إيلون ماسك وسبيس إكس وذهاب سياح إلى الفضاء والدوران حول الكرة الأرضية لمدة 3 أيام، هذا موضوع مختلف تماماً عن موضوع غزو الفضائي إلى الأرض. حالياً ما في أي أدلة على وجود فضائيين في الأرض ولا حتى يعني دليل واضح واحد. حتى في تقرير صدر من البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الأجسام الطائرة الغير معرفة، وإلى الآن حتى في التقرير لم يذكر شيء واحد عن فضائيين موجودين حوالينا. كل ما هنالك أن هناك بعض الأشياء الغريبة التي تحدث وقد تكون لها تفسيرات علمية واقعية، وتفسيرها ليس بالضرورة أن يكون فضائيين، أو بالأحرى يعني الفضائيين احتمال أن يكون هذا اللي قاعدين يرونه من أشياء باستخدام الرادارات إلى الآن ما أثبت ولا حتى في عليه دليل صغير للأسف. يعني
أيوة، ولكن يعني تغريدة يعني العالم الفيزيائي كاكو، يعني العالم عفوا الفيزيائي كاكو، كان يعني في كلام في تخوفات منه إنه إحنا يمنعنا إنه إحنا نرسل إشارات إلى الفضاء. لماذا يفعل البشر ذلك، أو إيه اللي ممكن الرسائل التي يوجهها العالم على الأرض إلى عالم الفضاء؟ طبعا هناك في بعض المحطات أو الأقمار الصناعية اللي موجودة على الأرض ترسل صورها إلى الفضاء. العفو، هل الصورة موجودة ولا انقطعت؟ الصورة مش موجودة، مش قادرين نشوفك، بس الصوت شغال. أوكي نكمل. فاللي حدث أن يعني ميشو كاكو تكلم عن الفضائيين. طبعا هو ذكر أن هناك فضائيين ممكن يكونوا موجودين، ممكن احتمال، طبعا الاحتمال ضعيف جدا، ولكن اضطر أنه يضع لهؤلاء الفضاء. طبعا قبل عفوا ان نرجع مره ثانيه الى ارسال اشارات، بس هو تصريحه انه يحتمل ان يكون هناك فضائيين، فخلونا نفتح هذا الباب للبحث فيه. ولكن لما تخوف؟ ولكن ما في تاكيد اذا كان في فضائيين. الغزو اي طبعا، اذا ارسلنا اشاره الى السماء وكانت هناك حضاره، اذا كانت هناك حضاره فممكن هذه الحضارة تكون متقدمة علينا بملايين السنين ويصلوا إلى الأرض، ثم بعد ذلك ممكن يغزونا، كما حدث مع مونتزوما اللي هو في المكسيك. وهو المثال اللي يطرحه ميشو كاكو، يقول أن مونتزوما كان يعيش في المكسيك ومحتل في قبل 500 سنة المنطقة بالكامل بقوته، ولكن أتت إسبانيا وفي ظروف بسيطة سنة أو سنتين أخذوا المكان واكتسحوه تماما، لأن عندهم تكنولوجيا متطورة جدا عن ما كان يمتلكه الأزتك. فإذا يعني هذه المخاوف أن ندعو للناس بالحضور إلينا أو فضائيين بالحضور إلى الأرض، هو يعني تخوف حقيقي أو تخوف يعني قد يكون يتحقق ممكن. على العموم هو موضوع شائك جدا، ويعني هناك الكثير من التساؤلات اللي نطرحها نحن ويطرحها العديد من الناس. ما زال الاحتمال قائم، ما زال موجود، ويمكن نجرب نحن رحلة إلى الفضاء في يوم من الأيام. ولكن على العموم المتخصص في شؤون الفضاء محمد جاسم من الكويت، شكرا لوجودك معنا. يعطيك ألف عافية. أشياء يجب على سائح الفضاء معرفتها قبل السفر، ما هي أهمها؟ ستكون وظيفتك الوحيدة على متن الطائرة هي الاسترخاء والاستمتاع بالرحلة، لكن عليك التأكد من أنك لائق بدنياً وعقلياً. تعلم كيفية الغوص، فهو تدريب جيد لانعدام الوزن أيضاً. وضع خطة لعب للدقائق القليلة في الفضاء. لا تقلق بشأن التقاط الصور الخاصة بك، فقط انظر واستمتع بتجربة انعدام الوزن بأكملها. وعند وصولك إلى مستوى الصفر في الجاذبية، قد تشعر بقليلاً من الدوار. إذا كنت تقضي بضعة أيام في الفضاء، فاستعد لبعض النتوءات والكدمات بالإضافة إلى الفوضى أيضاً. وإذا كنت تتوقع أنه ستتاح لك فرصة التجول في الفضاء باستخدام جيت باك مثل جورج كلوني في فيلم جرافيتي، فمن المؤسف أن ذلك لن يحدث، فالمخاطر ستكون أكبر بالنسبة لك ولطاقمك. بالتأكيد سيكلفك الذهاب إلى الفضاء كسائح ثروة صغيرة في الوقت الحالي، لكن اسأل أي رائد فضاء ومن المؤكد أنه سيخبرك أن الأمر يستحق الاستثمار. فاصل ونواصل. نسرين أكيوز فقدت رجلها برصاصة طائشة قبل 29 عاماً، وأكملت مشوارها رغم كل التحديات لتصبح أول مدربة رياضية بطرف اصطناعي في الشرق الأوسط. من ساقها المبتورة تستمد نسرين القوة، وتؤكد أن إعاقتها هي اليوم دافعها إلى النجاح والمثابرة. وثقة الخطى تدخل نسرين يومياً نادي الرياضة، تركض نحو الحياة وتتنقل بخفة بين التمارين، مستندة على طرف اصطناعي بعد أن أفقدتها رصاصة طائشة ساقها اليمنى قبل 29 عاما. لما كنت تاني سنة بالجامعة قالت لي لمعلمي عشو شايفة حالك ما أنت عندك طرف اصطناعي، هني كان بس شايفين إجري لأنه هذا مستوى نظره، بس أنا ما كنت شايفتها، كنت شايفتها هي القوة وهي الدافع اللي أنا كنت فايتي فيها هذا الاختصاص.
ويمكن برجع دايما بقول يمكن في ناس تركض بإجرتين بس أنا بركض بروحي وبقلبي. في ناس بتفكر إنه إذا عندي طرف اصطناعي، يعني أيام تسأل العالم أسئلة شوية بتضحك، مثلا كيف تروحك أنت على المدرسة، كيف تتحممي، إذا بنام بإجري أو لا. أكيد بروح على البحر، بسهر، بظهر، بعمل كل شيء، بلبس كعب. هي اليوم تدفع وبقلب من فولاذ كل العوائق لتحقق حلمها وتصبح أول مدربة رياضية بساقن اصطناعية في لبنان والشرق الأوسط. وقت تحدوني واعتبروا أنه أنا ما في يكون مدربة، صار هدفي أنه يكون أول مدربة طرف اصطناعية وبالدوري الأوروبي، وهذا هو هدفي. ولهذه الدرجة قدمت لكذا ستاج وقابلت وعملت ستاج بفريق تركي، وكنت شاركت معهم بتدريبات لفترة معينة. نسرين اللي سنة ونص بتمرن أنا وياها، كتير برتاح معها بالتمرين، بحس حالي مع رفيقتي وبتعطيني موتيفيشن على طول، بتحمسنا على التمرين والحمد لله لقيت نتيجة كتير منيحة معها. هول بين عنده آخر صور إلي بإجرتين. يعني لا تذكر ابنة السنتين لون فستانها في ذلك اليوم ولا كيف قضت نهارها الطويل، ولكنها تذكر جيدا الوجع الحارق الذي اخترق ساقها الصغيرة مع حلول الظلام. يومها لم تكن تعرف شيئا عن الانتخابات ولا عن المرشحين، كانت منهمكة بألعابها الصغيرة التي لا تشبه ألعاب الكبار. نسرين التي لم تقتلها الرصاصة ترفض أن يقتلها المجتمع، هي اليوم شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وملهمة لمن يعانون حالات مماثلة. رينا دويهي، العربية، بيروت. هي الفنون مهرجان فني بطلاته من النساء، فعلى مدار 3 أيام استضاف مركز التحرير الثقافي بمبنى الجامعة الأمريكية القديم مهرجانا سلط الضوء على إبداعات فنية لعازفات ومطربات وأيضا كاتبات من مصر وفلسطين وبعض الدول الأوروبية، وذلك بهدف إبراز مواهب النساء الفنية في مختلف المجالات في شكل كرنفال دولي. سمر بشات حضرت العروض وأعدت لنا هذا التقرير وكل التفاصيل نتابع. حابين نعمل حاجة ليها علاقة بالمرأة وبتدعم المرأة في مجال الثقافة بشكل عام، العاملات في الثقافة وفي مجال الفنون بشكل خاص، لأن عندنا في مصر فنانات كتير بيعملوا في مجال الفنون ولكن مش واخدين حقهم بالشكل الكافي لأن هم مش عليهم هايلايت. هو الايجيبشن هارب انسامبل او مجموعه العازفات المصريات هو مجموعه بتتكون من 11 عازفه، بس احنا بنطلع 6 هربات، بنقدم انواع مختلفه خالص من الموسيقى، يعني بنقدم كلاسيك، بنقدم لاتين، بنقدم عربي، بنقدم انواع مختلفه. حابين ما نعزفش حاجات يعني تقيله قوي عشان المزيكا يعني المستساغه او الناس عارفاها توصل. يعني حاولنا ان يبقى المود نفسه مود ما بين يجمع ما بين الشرقي والغربي لان هو انترناشنال كونفرنس انترناشنال ايفنت، فحبينا ان يبقى فيه ديفرنت بيرفورمنسز زي مثلا رقص وتنوع الرقص، يعني احنا عندنا هيب هوب، عندنا رقص حركي، عندنا رقص شرقي. قد ايه حلو هذا المهرجان لانه بحس كتير فريد وكان اول مره بينعمل هيك شيء. انا كتير ما بعرف عندي هيك شعور كتير قوي على خلينا نقول هالقضيه او هاي السبجكت المراه بالفنون، كوني حدا كان بمجال البزنس لمده 10 سنين ومن جديد ابتديت انه اغني ونظره المجتمع ونظره، فقد ايه مهم انه ندعم المرأة بهالمجال لأنه الموسيقى والتمثيل وكل شيء كرياتيف كتير تابو صار بمجتمعنا.
فكرة هايلة، وإحنا يعني كنا مستنيين يحصل إيفنت زي كده من زمان عشان نشجع الموسيقيات، لأنه يعني النساء عادة بيتعرفوا أنهم مطربات، لكن بالنسبة لأن يبقى فيه موسيقيين سيدات دي حاجة مش متواجدة حتى في أوروبا وفي العالم. يعني الموسيقيات عددا مقارنة بالرجال هم أقل عددا. حلقة نسائية بقوة، بامتياز بامتياز. خلينا نتعرف على القصة وراء عازفة الطبلة صابرين الحسامي التي تنضم إلينا من القاهرة. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل. طيب سؤالي الأول هو يعني كثير نسمع الناس ممكن أنها تتجه إلى عزف آلات موسيقية مختلفة مثل البيانو والتشيلو، ولكن يمكن الطبلة شوية مظلومة، ليش اخترتي الطبلة؟ يمكن عشان هي مظلومة. لا أنا عندي حب للإيقاع بشكل خاص، عندي حب للإيقاع جدا طول عمري، ولما لقيت أن الطبلة يعني حمستني أكتر، يعني لما لقيت أن أنا ممكن أعمل حاجة في المجال ده دخلت أكتر، يعني خصوصا لما لقيتش أي بنات في المجال ده اتحمست أكتر. هنتكلم تقريبا من 10 سنين، ولكن الوضع اختلف دلوقتي، يعني في بنات وسيدات دخلوا هذا المجال بقوة زي ما احنا نقدر نقول، وعازفات إيقاع. إيه اللي بيجذبكم ناحية هذه الآلة تحديدا، وقد إيه تختلف ما بينها وما بين يعني الفروقات ما بينها وما بين الهاند بان، بما أنه هي آلة جديدة وغربية؟ الطبلة آلة قريبة للناس عامة، يمكن في مجتمعاتنا الشرقية بوجه خاص، لكن عامة بشكل عام في العالم في حب للإيقاع، لأن الإيقاع ده شيء بسيط. كلنا قبل ما بنتولد نبقى في بطن مامتنا بنسمع الإيقاع بتاع القلب بتاع الأم، دقات القلب، ففي علاقة حميمة بين الإنسان والإيقاع أكتر من أي آلة تانية. اللي حمسني أكتر إن أنا لقيت إن أنا كبنت هبقى يمكن من الأوائل اللي بيخشوا المجال ده في الوطن العربي، وبيفتحوا السكة لبنات أخرى إن هم يتعلموا ويشوفوا إنه عادي، يعني هي الطبلة مش لازم تبقى دايماً مقترنة بالرقص الشرقي أو بكونها ليها علاقة بأشكال، يعني ما تبقاش البنات مرفوضة لمجرد إن هي ما بتعملش رقص شرقي، لا بل بالعكس البنات ممكن تلعب إيقاع زي ما بتلعب بيانو وفايلن وآلات أخرى يعني. فحبيت أفتح السكة دي وكنت أول واحدة، ففعلا حصل تغيير كبير من ساعة ما بدأت لحد دلوقتي، وإن أنا الحمد لله ساعدت بنات كتيرة إن هم يصدقوا إن هم ممكن يكونوا لاعبات إيقاع زيهم زي الرجال يعني. طب نحن حابين نسمع منك شيء تسمعينا إياه الحين، إيقاع جميل. أوكي. من اختيارك. تمام أكيد أكيد. نصبح عليكم. هتسمعينا إيه؟ هعمل كده إمبروف كده بسيط. سلام، في انسجام كبير بينك وبين العزف والإيقاع. حابة أسألك سؤال عن بداياتك، يعني أنا عرفت أنه أنت كنت يمكن في مسار مختلف تماما عن يمكن موضوع عزف الإيقاع والطبلة، خبرينا أكثر عنه، وخبرينا كم أخذك وقت عشان تبدأي تتدربي وتدخلي في الموضوع.
أنا بدأت بعد ما كنت خلصت رسالة الماجستير بتاعتي في إدارة الأعمال. أنا كان يعني مكتوب لي أن أنا أخش مجال إدارة الأعمال، ولكن حصل تغيير لما اكتشفت الطبلة وبدأت أتمرن، فشوية شوية زودت عدد ساعات التمرين وبدأت أصدق، لأني في الأول ما كنتش مصدقة أن أنا ممكن أعمل التغيير الجامد ده. يعني تغيير جذري يعتبر في طبعاً الحياة يعني. وبعد شوية بدأت الناس اللي حواليا تشجعني، وأهلي فعلا شجعوني، وبعد ما كانوا بيبصوا للموضوع بصت أنتي إيه اللي أنتي بتعمليه ده، أنتي فعلا بتفكري تبقي عازفة إيقاع. بعد شوية بعد التمرين وبدأت أعمل شوية مستوى، بدأ الجميع يشجعني أن أنا أعمل ألبوم وأخش في الموضوع بصفة محترفة أكتر، لأن أنا قعدت يمكن أول 3 سنوات بتمرن مش مصدقة أن فعلا هذا التغيير ممكن يحصل للإنسان يعني في حياته، وأنه هو يقول للناس لا أصلا أنا كنت بشتغل في شركة بس دلوقتي أنا بالمعنى الشرعي أو المصري طبالة. فدي يعني حاجة لو ما ذكرتيش ضحكة عيون حبيبي مع عمرو دياب، شغلك كموديل، وأنه أنت شاركت كمان في فيلم آيس كريم في ديسمبر، يعني دي برضو يعني أنت ما حبيتيش تكملي في هذا المجال واخترت أن أنت تكوني عازفة إيقاع. خلينا نسمع حاجة منك و... يعني كنت أحب تفضل. تفضل سمعينك. لا أنا كنت أحب يمكن أكمل في مجال السينما، بس هو يعني أهلي أو والدي كان شوية معترض على موضوع السينما في الوقت في الوقت ذاته يعني، فما كملتش. لكن موضوع عروض الأزياء خلاص يعني الواحد بيعدي في مرحلة وبعد كده بيبتدي بقى يبص هيعمل إيه في حياته، يعني يديله يضيف له شيء أو يضيف للمجتمع أو لل يعني. طيب بقى نسمع يعني خلينا نسمع ونستفيد من الوقت بعيدا عن التمثيل وبعيدا عن هذه الذكريات الجميلة. نسمع لهاند بانا إن وقتنا ضيق يا صبرين. تحب تسمعين أي؟ أكيد أكيد. ختام حلقة اليوم كانت مع العازفة الطبلة صبرين الحسامي. شكرا جزيلا لك أو صبرين دربوك زي ما بنقول. شكرا على وجودك معنا، وختام اليوم إلى اللقاء.